السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منى عبد العزيز هو الاسم الذي تصدر الاهتمامات اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو تدعي اغتصابها على يد شاب من أصدقائها. وهنا نقدم لكم أهم المعلومات عن حكاية منى عبد العزيز. حق منى عبد العزيز والقبض على المغتصب مازن إبراهيم. هاشتاجان تصدرت ترند مصر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ليكشف في تفاصيلهما عن كارثة جديدة تسبب فيها الاستخدام السيء لتطبيق التيك توك. اهلا بكم في قناة شراء، وفي الحلقة ده هنشوف فيديو اغتصاب منى عبد العزيز، وهل هي عندها حق ولا لا؟ وقبل ما نبدأ عاوزين نوصل الفيديو ده ل 9000 لايك، معقول مش هنلاقي 9000 شخص حابين يعرفوا الحقيقة؟ لو حابب تعرف الحقيقة كاملة ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، وقبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصل له فيديوهاتنا أول بأول. تعرضت المراهقة منى عبد العزيز للاغتصاب على يد شاب استدرجها بمساعدة صديقتها حسب رواتها. البداية كانت معزول منى عبد العزيز عبر حسابها على تيك توك وانستجرام بصور مقاطع رقص غير أخلاقية، وكان يشاركها في المقاطع المصورة شاب مراهق اسمه محمد كلاشنكوف. وادعي الشاب والفتاة انهم متزوجين حسب ما كتبوه على حسابهم بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وحسب رواية منى في مقطع جديد ظهر فيه بوجه مليء بالكلمات، فقد تم استدراجها من قبل شاب اسمه مازن ابراهيم ومجموعة فتيات من صديقتها للاعتداء عليها واغتصابها بالإكراه. تفتكروا هالكلام منا صح ولا كلام الشاب هو اللي صح؟ اكتبوا لنا في التعليقات، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان يوصلكم فيديوهاتنا أول بأول. وقبل ما ننهي الفيديو كالعادة ما تنسوش الصلاة على النبي.